بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وديا شقي ما هي غاية بدلو واو بحل ميلي 24 برمهام مانت هو اثنين افر ايا لواتن كتشو لو كوني افر ايا لواتن لو عشا ايا ينوغا هردي سند قورة دي افر ايا اللحدانات اي جمهورية دي سومالي لان شن ايا صدن ودن كهشي اقوانسي واو نسود وينينا بلين تشوق نبع فرحت بينكم قاندنا ان شاء الله تعالى كدغو سنه غوردا افري لخدنات انت يرين اوغا هدينا لبد عيسين اوغا هدينا وحال دين سي قديم يا انغو همبليا 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 اذا سي كديب داوديال موضوع ان ما انت كهدليا وحا ويهان ان مواطنين ودشاي ودنك دريسكينا سوماليا او رنتي ادي ادغو هيليه قرنيمه جمهوريه سوماليلاند او كعوداي مسؤولين ذا حسب جو الدنيا هو يريد توجيه عقوم هذا الصومالي لأن هذا حصلت هاي هذا هيلت هاي بعد وجوه اللسان فرحة كلا بحر عرنتها أو كصويا داي إن أنت أو دلي مشاهد جنرال جلال أو كعام بحذيه رنتي هيل كقرن كتمريد الصومالي لأن وقت بدن نسيسة رنتي إن أي أرمها خصية قرن كتمورية دي سومالي لان وركي دا سيدا سحا ينوسيسة عد عدوغة إنو آه ينوش يكتو سيدو كلان أي مروال باوحة سومالي لانو سو كردا وهم بلغيسو وغنهي لسو إن انتا هو عدا يامهن أركيسين يدو سحافة دا كترتا كان عبا نيسا إن أي مسؤولين حسبقا ودني كترساني لسو حدلين سلمر كان أي لاهدين واحد شوتي ساهيل كاد او ودو سومالي لان واحد شوتي ساه هذا اللضع اد كدرتو هو انت كسود دو شي جمهوريه سومالي لان ان انت سوي عبطي وانا يافتي وحا اي كي يافتي ايضا او ان قرن كان دقناش اهان دقنين كسوتي دا دولد دريس كينا سوماليا إن أي جراتي إن أي حقوق ضدت كرير سومالي لان مرول بس حافظ اللي تاقناتو أو أي عيد كستو أو كسو دولي سأقدكتو أو أي عيد كستو دواتين سفرتكو في غو وحاي آذي آذو لي يافتي إن دات سومالي لان كسو تشيدا أو إن أي هقان كدال كان قبتان دونيا أي إلاهدان سومالي لان هاوهي لن ولبا وحياب إيابي أمكاك هذا الكاي سوبر نكتب بالشدة غير سومالي لأن فري رجول دي هو أنت سومالي لأن كسود دوشها ماجن بين أنت اللي ويلي وحبا الرمان كما أجد باليري هل كأي هو أنت كدفاعين أي لأن هو أنت سومالي لأن كسود دوشها هنا يا ماجن وحيكون يرجع لي أنا أفر لا تكسر مصبيح عيدو waxay ku dhiri galiyeen oo ay ka dhaadhiciyeen oo waxay arkayse ay indheeda ku arkaysay in Soomaaliland loogu soo duulay ay ka damqatay ay ka dhaadhiciyeen in Muuse Biix dalkan duminayo waxay ka dhaadhiciyeen oo ka degi wayday inantii in Muuse Biix Soomaaliland cadaw ku yahay iyadoo arkaysa cadawga Soomaaliland arin ay la anfariirtay oo ay aad iyo aad uga yaabtay way xitin kari weyday ayay inantaas ila la wadaagtay horta markii ugu horeysa walaashayo mujaahid general galaal u dhalay waxaan leenahay walaal wixii ka soo gaaray halkaa ee dad kamid ah Soomaaliland sheeganaya ay kugu yiraahdeen cadawga Soomaaliland hana tilmaamin hana sheeg sheegin hana ka hadlin kugu yiraahdeen kun jeer baan ka raali gelinayna annagoo Soomaalilandra waxaan ku ognahay inaad noo heeliso waxaan ku ognahay inaad noo hadasho waxaan ku ognahay inaad cadawga nagu soo maqan nooga digto waxaan ka raali gelinaynaa dadka xun ku helay waxaan cadeynaynaa inay ka mid yihiin cadawga Soomaaliland waxaan bulshada Soomaaliland uga digaynaa inay is cadeeyeen oo ay noqdeen cadawgii Soomaaliland wayna waxba lagu aaminin wayna qaran lagu aaminin nimanka maraya markay iyagu si walba inoo lugooyeen ee si walba cadaw inoo soo horkiceen ee si walba inoo jibiyeen
عدو كستين وجهي لين نمان كمرة يدتكي سوماليات هيل كيني لقرب تاجنا أركي دوات هذا اللي نقوله هيو أركي ويرك اللي نقوله هيو أركي أمد ينص صباح السنة سا أركي أقوس كسمان لنا دولان كلوي هاي أركي قرن نبي تورد سمان لنا لوي هاي دولان كلوي هاي أركي كدم قدين نمان ككوي يلي هاو هيل نلع مركي نبول بينو جيستين مركي وحول بينو سمايين مركي سول بينو شبيين أي أوجد بين إني دتكي إنه هي لني أي أفكو أوضة كسران وحلينا هاي مالين بمالين تقدم بيسا نمن كاهر كعياش ودنيا عيبتنا دو دي ما نيسا مالين بمالين تقدم بيسا أرين كين بوح النقضي وأرين قاون وقال الشعب السومال لان كقر صورين مالين بمالين تقدم بيسا وحسوب حيث عداوة داد قرن كانوا هايسان يسوب هايستين هو انت النوغم الدواني دين هدي اول اللي اسكيكين ورين تلوه اسكو عدا يسين مرا قوانس تجيبا عقابة يسينو تلادين يانا لا قوانسان ما انت وحمار يسانينا بلشي سوان لانو هيلي اللي سيهور استاكتان مر واحد ايضا كي ايدون كتشويسين باد ديغشدو دا ايو كو ديغشدو دا ايو كهذا الهينتو دا ايو يعني هل كانت سبور قرين لهايدين اللي يدا أوليس لهايدين أوران لهايدين نبكى دعوة إذا ذكرت تاجنا أوران لهايدين بعد ما لهم والب محل يا ونبى أنا قبين إيه حمان أنا قبين إيه عداوة أنا قبين بديسي جلسان وقاونتهين وحبيبي المقرصونة سكية إيه الشيء إذا الشيء هل كان سمال لك تاجنتهين واحد صوتها الله شعبك الصومالي لان شعبك الصومالي لان وإذا كتا الشضي وإذا كتا الشضي ميل الله ريا ميل عيب سكيه ما يري كرتان إيا ميل أوحى جيستين سكيه وقوف كرتان إيا ميل أد على ود أد صومالي لان وهاي ستان أد كو قرسان كرتان ما ترتيه وقاونتين مانت وانا اللي دي نوقيا قف بقفك وكحو يا هاي قرن كتمرد السؤال لان كن عبيها بقى ورصتان وعن كحو معي ان قرن كانت الله سهل قوي اللورد انتي اللورد ديف بيلي اللورد ريامي اللورد اند بيلي اللورد اقوم بي اللورد رتشو بي ادمانت ايبسان وعدوك ايبسان وولي بكسو اند ادكتينو شعب كرير السؤال لان احمر مريسان و بلشي غير سومالي لان وحن لنا هاي والله اللي الحين كم قرصونا وحن لنا والله اللي الحالة دوا عرفتها نبى ما نبدو تبرع كلا هلا نحسب عن كويري ورينا هذا وحول بوا عرفتان وحين كم قرصونا نبى كا سياسيين تسكو شيء جيء إيه هم جريدون كا إيه حل شعيل كا هذي سياسة سومالي لان أقل متى ينوصل صوب بندق لهاين حمان إيه على العلاوي بدنا إنه ما قشينه لمن كقرن كلجوية دي سي حمان تي سافر على تك كساعات كشقينا يا ما هاكو الرعدين يا أنقر سنة ينن نكي وحويري نيو العقدر يا شينا لا كيانة ما ماشى مرة سو إن كقدم ما ينو هرت ولا بوبينة هرت ولا بوبينة العقدر الحدا واللي يري قدر بالله كيانة أي بلشان وحير سنة لوجو فرقة ونن كست أو دمير لها أو ميل كتيري إلا جالس سعر الدنيا أدي كده ولا جوس وقاية بيد لكن أنا قاعدين بيد كده لقى كيري يمي سعودي لقى كيري يمي معلي هذا إمارة لقى كيري بقى إلي بعدين والله أو بالله أو الله وأنا قرن كي كشل سنة وأنا أنا للمحلي هذا إيرن قرنك انت لو دباتو دبا محل لا ما مليون مليون دولار ما لي بلان قاد وار امه دوان كحسودا انو او دميركيغا دم قشله او وخي دلك لو سو مري با ايديبايا او ادون كما هلو او ار محل لا يداهدا انن وخو كما قبو وار كوي كدرغي اي انو اوغين ايغو غيدارد ودي وريغاليسناي او انا با اي تاتون اهين او مقدام درغانا أي كل مية إيه حسب محل إلى هذا يعني أحمد سلاي درجين
ayaa maanta dalkiisa u gelaya. wax naga raacay oo aanu dalkaa gelinno mooyaane dollar anaga nagama soo noqdo. habina waa ku nahay waxa dantu noogu jirtaa inaan dalkaygaas dal jiro noqdo, inaanu ummada ubadkayaga ubadkiisu dal jiro oo muraafacaad leh oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay baasaboorkiisa iyo calankiisaba ku faanaan leh inay helaan baanu annagu ku dagaalgelinna hantideeda u bixinna. kuwii ka macaashay ee hantida ka helay ee ka taajiray ee milyaneerta ka noqdeena wixii ka soo galay inay qarankan iyo dadkan ku burburiyaan bay doonayaan. war ummadda ka xishooda inankan maalintii wata la hadlay igu yidhi malaayiin dollar oo gadar laga keenay baa marayo waa la boobeynaan waxa leeyahay. war waa idinkuba xaaraan iska daa. maalintii aan wada hadlaynayna waan kugu idhi, waxaan kugu idhi waa kugu xaaraan wax qarankaaga lagu duminayo oo ay u arkaan inay intay ku siiyeen dabeetana aad la mabda tahay u arkaan waa inay waayaan cid ka qaadata lacagta. waa in dadka damiirkooda inuu nool yahay ay dareemaan. waa inay isku khajilaan oo halkii ay cadaawaddan kala yimaadeen dib ula noqdaan. dollar ha ka qaadanina, dollar ha ka qaadanina, iyagana ilaahay ha uga dhigo if iyo aakhiraba ha ku ololiye. lacagta intay adduunka ka soo qaadan ay dalkoodii iyo dadkoodii xasiloonaa inay ku kala dilaan oo ku kala qaybiyaan oo dabeetana ay qarannimadoodii ku iibsadaan ay ku soo qaateen, ilaahay dab ololiya ha kaga dhigo oo kii gacanta saaraaba ha ku olushaanu leena. maanta inantaasaa sii qaawisay, inantaa ayaa sii qaawisay ina jeneraal galaal ee tiri waa layla soo hadlay. waxa la yidhi maxaa badan ku geliyey, maxaad Soomaaliland ugu hilinaysaa, maxaad Soomaaliland ugu digaysaa, annagaa doonayna inay gebigeedaba dambas laga dhigo ayay ku yidhaahdeen. inantii aad iyo aad ba u yaabtay. waxaan leenahay walaal jasaakallaah, ilaahay ha ka abaalmariyo, waanu kuu ognahay, ereygaad noo tiraadaanu ognahay, wanaagga aad nala jeceshahay waanu ognahay, dulmiga dalkan iyo dadkan lagu haya aad ka damqanaysaanu ognahay. ha dhegaysan, ha dhegaysan, cadowga Soomaaliland noogama sokeeyaan, waa cadow nalagu dhex darsaday kuwa kula soo hadlay maxaa layidhaahda kugu yidhi dalka Soomaaliland difaaci kaa kula soo hadlay, ka kula soo hadlay iyo xisbigu magaciisa kugula hadlayaba waa kuwa naloo adeegsanayo ee dalkan iyo dadkan inay dumaan loogu talagalay oo loo soo adeegsaday. ha noo maqlin, dad noocaasi inay nagu jiraan maanaan moodaynin. maanta cadow kasta oo qori iyo diyaarad noorwale noogula yimaada kuwaasaa nagaga xun. shacabka Soomaalilandna tallaabay ka qaadi doonaan haddii Alla ka dhigo insha allah. reer Soomaalilandow war waa aragtaan, war haddaynu innagu awal wax isu sheegsheegi jirnay oo aad islahaydeen waa xisbi xisbi wax ka riixanaya, war inantaa islaameed ee ilaa iyo halkaa hadalka inooga soo dirtay tiri war hiilkeen idiin hilinay baa laiga hor istaagay. hadalkeeda qaata, war hadalkeeda qaata, war wallaahi hadal sahlan maaha. damqasha ay inoola soo hadashay, damqasha wax inoogu sheegtay way yaabtay. waxay tiri ummadiyagii si cadow ahoo maxaa la yidhaahdaa sidan u hadlaysaa ayaad adiguna u hiilinaysa bay tiri. walaal waxaan leeyahay hiilkii halkaa ka wad, dhuuni qaatayaal naloo soo isticmaalaa nagu dhex jira, ilaahayna waa naga qabanayaa. ummaddana calankaa tawxiidka leh ee ay hoos fadhida baa ilaahay ku ilaalinayaa. mid kastoo isku dayaana isaga oo kullu go'ay oo quustay ayuu halkaa ka baxaa. aad baan kugu mahadnaqayaa mar kale walaashay. reer Soomaaliland waxaan idinkaga tegayaa waxba ma qarsoonee aan cadowga iska qabanno, aan cadowga iska qabanno. waa walaalkiin ubax lameeriyo 24 idinkala hadlaya magaalada Birmingham. intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo walaalayaal nabadgelyaha.